عزيزي المزارع، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارع محصول نخيل البلح مراعاتها خلال شهر أكتوبر. تمثلت التوصيات في الآتي: أولاً، الاستمرار في جمع الثمار في المناطق الشمالية في الأصناف المبكرة. ثانياً، الانتهاء من جمع الثمار في الوجه القبلي. ثالثاً، البدء في جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج في المناطق الشمالية. رابعاً، إضافة دفعة من السماد النيتروجيني والبوتاس بمعدل 250 جرام سماد أزوتي و300 جرام سماد بوتاسي لكل شجرة. خامساً، يجب أن يكون الري بعد التسميد مباشرة. مع تحيات قطاع الإرشاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعد المادة العلمية المعمل المركزي للنخيل.